أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس اللغة العربية. أهداف هذا الأسبوع عزيزي الطالب، عليك أن تقرأ رواية لمن هذه الدمية لتقوم بتقديم المشروع الخاص بالرواية، تفسير ومعاني مفردات جديدة من درس قصيدة ابن زيدون، وأيضا عليك أن توضح حال ابن زيدون قبل وبعد فراق ولاده. ابن زيدون عزيز الطالب هو أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزوم الأندلسي، وهو من أبرز شعراء الأندلس. تنوع شعره فكتب في الغزل العفيف وفي الرثاء والفخر، ووصف الطبيعة حيث كان لنشأته في مدينة قرطبة التي اشتهرت بطبيعتها الرائعة دورا في إبداعه في هذا المجال. كما امتاز شعر ابن زيدون بطول القصيدة وكثرة الفنون الشعرية التي اتبعها، فكان من أبرع شعراء العصر. مولد ابن زيدون، ولد ابن زيدون في حي من أحياء قرطبة، وتمتد جذوره العربية الأصيلة إلى قبيلة بني مخزوم التي كان لها شأن كبير ومكانة عظيمة في الجاهلية والإسلام، وقد جاء أجداده من المغرب، كما كان بيت بني زيدون من أكبر بيوت قبيلة مخزوم عزا وجاها وثقافة وأدبا. وكانت عائلته من جهة أبيه ومن جهة أمه تعتبران من أبرز عائلات الأندلس، وأيضا كان أبوه رجلا ثريا ومن وجهاء الأندلس، ومن أهم العلم والمعرفة باللغة والأدب، كما كان فقيها وقاضيا له شأن كبير وصاحب رأي مسموع، فقد كان قاضي القضاء أنذاك أحمد بن محمد بن ذكوان يشاوره ويراجعه في فتاويه وأحكامه، كما كان موضع ثقة لغيره من القضاء. ويقال أن أبا بكر وهي كنيته قد توفى بالبيرة بالقرب من غرناطة، حيث كان ذاهبا إلى هناك لتفقد أملاكه ودفن فيه. كان ابن زيدون في 11 من عمره عند وفاة والده، فكفله جده لأمه، وكان من المشايخ فعرف عنه الالتزام والحزم. فنشأ ابن زيدون في كنفه ورعايته، كما كان وحيد أبويه، وبعد موته والده صار وحيد أمه التي دللته كثيرا، فكان لهذا الدلال إضافة إلى نفسه الحساسة وحبه للمرح الأثر الأكبر في حياته. وقد نشأ ابن زيدون في أحضان جده ودلال والدته التي كانت تربطه به علاقة مميزة جدا، لا سيما وأنه كان وحيدها، فقد كان لهذه العلاقة الأثر الكبير في تكوين شخصيته النرجسية، فنشأ معجبا بنفسه مغترا بشبابه ووسامته، حيث كان تأثير والدته عليه أقوى من تأثير جده، وقد كانت هذه الحياة المترفة التي عاشها ابن زيدون سببا في انصرافه إلى اللهو والمتعة، ولا سيما أن العصر الذي عاش فيه كان عصر انفتاح، فأغرم ابن زيدون بالفنون والموسيقى والغناء، وكان لهذه الظروف التي أحاطت بنشأته أثر كبير في حياته، فقد أصبح شابا معتزا بثرائه وبحسبه ونسبه اعتزازا كبيرا وطموحا ليس لا طموحه حد، وقد كان طموحه هذا سببا في دخوله التجنس. بعد ذلك عزيزي الطالب، نقوم بحل أسئلة درس القصيدة التي أحب زيدون فيها الأميرة الشاعر ولادة بنت الخليفة المستكفي بالله، والهم حبها أروع ما ساق من الشعر، فضلا على أنه أوجد له خصوما أقوياء. تقوم بحل أسئلة المعجم والدلالة، عليك أن تفرق بين الكلمات التي تحتها خط. بعد ذلك ننتقل إلى الفهم والتحليل، ما الفكرة الرئيسة في هذه القصيدة، أيضا يوازن الشعر في هذه القصيدة بين حاله قبل فراق ولادة وحاله بعد فراقها. عليك أن تذكر ثلاثة من الأمور التي أصابها التغيير، أيضا إلى ما يعزو ابن زيدون سبب وقوع الفراق كما يبدو في القصيدة، بما وصف الشعر كل من جانب العيش ومربع له في البيت السابع الذي ذكر في القصيدة، أيضا في قصيدة ابن زيدون بعض الأشطار والعبارات التي تتضمن بعض الحكم، عليك أن تقوم بتعيينها عزيزي الطالب. بعد ذلك ننتقل إلى التذوق الأدبي، توضح جمال التصوير في الأبيات وتعبر عن عواطف التي ذكرت في القصيدة، وهي العواطف ذاتية صادقة. أيضا عزيزي الطالب، ننتقل إلى القضايا اللغوية، عليك أن تميز الأفعال اللازمة المتعدية، أيضا عليك أن تقرأ الأبيات ثم تجب عن الأسئلة التي يليها من إلى ما يعود الضمير، فتناجيكم ضمائرنا نائيكم،
وتقوم بإعراب بعض هذه الكلمات. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.